بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الثاني اللي هنتكلم عنه هو التراكية عند برونكاي. التراكية اللي هي القصبة الهوائية، والبرونكاي دي الشعب الهوائية. لما نيجي نتكلم عن الاناتومي اوف تراكية لازم نغطي الست نقط دول. اول حاجة السايت والسايز والاستراكشر، دول ثلاث نقط بحرف الاس، سايت وسايز واستراكشر. بعد كده هنتكلم عن الريليشنز بلاد سبلاي ونيرف سبلاي. اول حاجة، اول نقطة هنتكلم عنها هي السايت اوف تراكيا. يعني ايه السايت اوف تراكيا؟ يعني الموقع بتاعها موجوده فين. ودي هتشمل معانا ثلاث كلمات او ثلاث نقط. هنقول في السايت بتاعها التراكيا دي بتبتدي فين، البيجيننج بتاعها ايه، بتمشي ازاي، الكورس بتاعها نهايتها ايه. بس الموضوع بسيط جدا. اول حاجه بتبتدي فين؟ التراكيا بتبتدي عند نهايه اللارينكس. اللارينكس كانت نهايتها كده افاض سي 6، زي ما قلنا بتبتدي من سي 3 لحد سي 6 وتكمل تبقى تراكيه. يبقى البيجيننج بتاعها كونتينيويشن اوف لارينكس، او الادق ان انا اقول عند الكريكويد كارتليج، كونتينيويشن اوف كريكويد كارتليج ات ليفل اوف سي 6، عند الليفل اوف سي 6. طيب بتمشي فين؟ بتمشي جزء منها في النك وجزء منها في الثوركس. الجزء اللي في النك خلاص في النك، مش علينا حتى دلوقتي، يعني مش علينا تفاصيله. لكن الجزء اللي في الثوركس موجود في المنطقه اللي اسمها ميدياستاينم، تحديدا في السوبيريور ميدياستاينم. يبقى باسز او الابر بارت، ابر بارت از لوكيتد ان ذا انتيريور بارت اوف ذا نك، واللور بارت از لوكيتد ان سوبيريور ميديستاين. الجزء التحتاني منها موجود في السوبيريور ميديستاين. بتمشي فين؟ بتمشي في الميد لاين، في خط المنتصف، with slight inclination to the left، slightly sorry to the right. يعني محاوده سنه صغيره ناحيه اليمين، زي ما في الرسمه هنا باين ان الاكسس بتاعها مايل ناحيه اليمين، بس مايل حاجه بسيطه خالص. يبقى slightly to the right، بتمشي في الميد لاين وبتاخد حوده سنه ناحيه اليمين. طيب نهايتها فين؟ علشان تنتهي عند اللور بوردر اوف تي 4، تنتهي عند اللور بوردر اوف تي 4. فاكرين اللور بوردر اوف تي 4 ده كنا قلنا عليه ايه؟ ايوه، اللور البوردر اوف تي 4 اوبوزيت الاسترنال انجل، يعني عند الليفل اوف استرنال انجل. يبقى هو لو سالني موجوده فين او بتنتهي فين، اقول له عند الاسترنال انجل. لا، انا عايز الفرتبرال ليفل بتاع نهايتها، يبقى عند اللور بوردر اوف تي 4. بتنتهي ازاي؟ باي ديفايدنج انتو تو مين برونكاي، رايت وليفت مين برونكاي. طيب خليني اقول لكم تفصيله هنا صغيره كده. احنا قلنا الاسترنال انجل قبل كده هي الفيصل بين السوبيريو ميديستاينم والانفيريو ميديستاينم. يبقى التراكية كلها موجوده في السوبيريو ميديستاينم، لان من بدايتها في الثوركس، يعني من بدايتها لحد نهايتها في الثوركس، نهايتها عند الاسترنال انجل، يعني ما بتدخلش التراكية نفسها للانفيريو ميديستاينم خالص. اما البرونكاي بتوعها هم اللي موجودين في الانفيريو ميديستاينم، وتحديدا موجودين في الميدل بارت، في الميدل ميديستاينم. يبقى احنا قلنا بتبتدي فين؟ عند الليفل اوف سي 6. بتبتدي ازاي؟ كونتينيويشن لللارينكس عند الكريكويد كارتلج. نهايتها فين؟ عند الاسترنال انجل، عند اللور بوردر اوف تي 4، عند الليفل اوف استرنال انجل. بتنتهي ازاي؟ بتتقسم لرايت وليفت مين برونكاي. طب ماشيه فين؟ في النك، وبعدين في السوبر ميديستاينم، في الميد لاين، وبتحوت سنه ناحيه اليمين. دي اول نقطه. النقطه الثانيه السايز بتاعها. السايز بتاعها طولها يعني او حجمها قد ايه؟ هي طولها حوالي 10 سنتي، اللي هو حوالي 4 انش. 4 انش او 10 سنتي، نصهم او اقل شويه في النك، ونص التاني او اكتر شويه في الثوركس. طيب النقطه الثالثه هي الاستراكشر. يعني ايه استراكشر؟ يعني التركيب او التكوين بتاعها. الاستراكشر بتاعها عباره عن ايه؟ هتلاقي وصفها ان هي فايبرو ماسكولار تيوب. فايبرو ماسكولار تيوب سبورتد باي انكمبليت كارتليجنس رينجز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الجدار بتاعها فايبرو ماسكولار، فايبرو يعني فايبرس تيشو،
ماسكولار يعني سموز ماسلز، يعني الدراج بتاعها معمول بفايبر تيشو وسموز ماسلز، بس اللي خليه سبورتد بالمنظر ده ان موجود جواه انكمبليت كارتليجنس رينجز. عددهم كام الرينجز دول؟ عددهم 16 حلقه. وانكمبليت بمعنى ايه؟ بمعنى ان الحلقات دي مش مكتمله. لما نيجي نرسمها حتى بنقوم راسمين التراكيه كده، لما ناخد مقطع فيها بنرسم التراكيه كده. ايه ده؟ دي الكارتليجنس رينج. هل هي مكتمله؟ لا، من ورا ديفكتيف، مش موجوده من ورا، من ورا كومبليتد بميمبرين كده. يبقى ده الكات سيكشن بتاع التراكيه، دي تراكيه رينج وكومبليتد من ورا بميمبرين. خلاص؟ ده الاستراكشر بتاعها. النقطه اللي بعد كده هي الريليشنز، علاقتها ايه باللي حواليه؟ الريليشنز بتاعتها سهله خالص، ما فيهاش كلام كتير. يعني مثلا الانتيريور ليها هيبقى في المانبريم استرناي هنا، لان هي بتنتهي عند الاسترنال انجل. هي قدامها في المانبريم استرناي، قدامها قدام بينها وبين المانبريم استرناي كده كان في السايموس جلاند لو انتوا فاكرين، ريمينز اوف سايموس جلاند. وبعدين في الارتري اللي اسمه النومينيت ارتري. لما اخذنا النومينيت ارتري قلنا ان هو بيبقى موجود قدام التراكيه قبل ما يروح على الرايت سايد بتاع التراكيه. يبقى ثلاث حاجات اهم، المانبريم استرناي، النومينيت ارتري، والانومينيت ارتري ده برضه ممكن اقول معاه الليفت النومينيت فين اللي كان بيعدي من قدامه، النومينيت ارتري والليفت النومينيت فين وال ريمينز اوف سايموس جلاند ده قدام. طيب ايه اللي احنا كنا بنقوله دايما ورا التراكيه؟ كنا بنقول التراكيه اند ها اوسوفيجاس، اللي ورا التراكيه الاوسوفيجاس. الاوسوفيجاس بقى ما فيهاش كارتلج، تبقى عامله كده. وبين التراكيه والاوسوفيجاس بيبقى فيه ايه؟ with left recurrent laryngeal nerve in between. لو انا في الثوركس يبقى تراكيه عند اوسوفيج، والشرح ده في الثوركس، الريليشنز دي في الثوركس، يبقى بين التراكيه والاوسوفيجاس left recurrent laryngeal nerve in between. يبقى ورا كده في الفيرتبرال كولوم، الفيرتبرا اهي. دي فيرتبرا اهي. قدامها على طول في الاوسوفيجاس. بينها وبين التراكيه، بين الاوسوفيجاس والتراكيه في ليفت ريكارنت لارينجيال نيرف. طيب ايه الريليشنز اللي موجوده على الرايت؟ على الرايت في رايت لونج اند بلورا. الرئه اليمين والبلورا اللي مغطياها. رايت لونج اند بلورا. بس كده؟ لا، في فين اسمه ارش اوف ازيجس اللي بيدخل على السوبر فينا كافا ده. ارش اوف ازيجس فين. رايت لونج اند بلورا. ارش اوف ازيجس. رايت فيجاس نيرف. يبقى على اليمين في ارش، ارش فازيجاس، رايت لونج اند بلورا، ورايت فيجاس نيرف. طيب على الشمال في ايه؟ على الشمال في الارش في اورتا وتو برانشز منه اللي هم الليفت كومن كاروتد والليفت سبكليفيان. طب البرانش الثالث كان ايه؟ كان الانومينيت، والانومينيت ده كان قدام التراكيه في الاول. يبقى هنا الليفت كومن كاروتد والليفت سبكليفيان ومعاهم السورس بتاعهم اللي هو الارش اورتا. التو ارتريز دول بيفصلوا التراكيه عن الليفت لانج، علشان كده التراكيه از نوت ريليتد تو ليفت لانج. ودي اهم معلومه هنا لازم تبقوا عارفينها. تراكيه ريليتد لرايت لانج؟ اه ريليتد لرايت لانج. ريليتد لليفت لانج؟ لا. ليه؟ مفصوله عن الليفت لانج بالليفت كومن كاروتد والليفت سبكليفيان. خلاص؟ بعد كده في ليفت فيجاس وليفت فرينك نيرف. ليفت فيجاس وليفت فرينك نيرف. تعالوا نقولهم مع بعض كده تاني. الريليشنز في انتيريور ريليشنز وفي بوستيريور ريليشنز، في رايت ريليشنز وفي ليفت ريليشنز. نبتدي بالانتيريور ريليشنز. انتيريور ريليشنز هنقول ثلاث حاجات، النومينيت ارتري قبل ما يبقى على اليمين، ليفت النومينيت فين اللي معدي من قدام النومينيت ارتري، وريمينز اوف سايموس جلاند. عايز تقول معاهم الاسترنوم؟ اوكي. طيب ايه البوستيريور ريليشنز؟ اوسوفيجاس. وبين التراكيه والاوسوفيجاس في ايه؟ ليفت ريكارنت لارينجيال نيرف ان بتوين. على اليمين رايت لانج وبلورا، في ارش اللي هو ارش اوف ازيجاس فين اللي بينتهي في السوبر فينا كافا،
رايت فيجاس نيرف. على الشمال مفيش بقى ليفت لانجو بلور، بس في ليفت كومن كاروتيد ارتري وليفت سب كليفيان ارتري، دول بيفصلوها عن الليفت لانج اند بلور. طالعين منين؟ طالعين من الارش فورد وليفت فيجاس اند فرينك. دي الريليشنز بتاعت التراكية. يمكن اهم معلومه فيها لازم تبقى عارفينها ان التراكية از ريليتد تو ذا رايت لانج بات نوت ريليتد تو ذا ليفت لانج. النقطه اللي بعد كده هي البلاد سبلاي، وبلاد سبلاي احنا عارفين يعني ارتيريال سبلاي وفينس درينج. ارتيريال سبلاي في النك بتتغذى من ارتري اسمه ايه الارتري ده؟ بتتغذى من ارتري اسمه انفيريور ثايرويد ارتري. طالع منين الانفيريور ثايرويد ارتري؟ من الثايرو سيرفايكال ترانك. ومنين الثايرو سيرفايكال ترانك؟ من الفيرست بارت اوف سبكليفيا. انفيريور ثايرويد ارتري اللي من الثايرو سيرفايكال ترانك من الفيرست بارت اوف سبكليفيا. في الثوركس بتتغذى بارتري اسمه برونكيال ارتري. ايه البرونكيال ارتري ده؟ ده الارتري اللي بيغذي اللنج، بيغذي كمان ثوراسيك بارت اوف تراكيا. طب ده طالع منين؟ الرايت برونكيال طالع من الرايت سوبيريور انتركوستال ارتري. طب والليفت برونكيال؟ الليفت برونكيال طالع من الديسندنج اورتا. عشان كده لما اتكلمنا عن الديسندنج اورتا في الكتاب كاتب ان هي بتغذي اللنج، بتدي برونكيال ارتري، قلت لكم لا هي بتدي الليفت برونكيال، بتدي الليفت برونكيال بس ديسندنج اورتا. امال الرايت برونكيال طالع منين؟ طالع من الرايت سوبيريور انتركوستال. فاكرين الرايت سوبيريور انتركوستال ده كان برانش من ايه؟ برانش من الكوستو سيرفايتال ترانك اللي من السكند بارت اوف سبكليفيا. يبقى ده الارتيريال سبلاي. تاني في النك بتتغذى من الانفيريور ثايرويد ارتري. جاي منين؟ من الثايرو سيرفايتال ترانك من الفيرست بارت اوف سبكليفيا. في الثوركس بتتغذى من البرونكيال ارتريز. دي جايه منين؟ اليمين جاي من الرايت سوبيريور انتركوستال، من الكوست سيرفايكال ترانك من السكند بارت اوف سبكليفيا. الشمال جاي من الديسندنج اورت. طب الفينس درينج؟ الفينس درينج انفيريور ثايرويد فين فول ستوب، انفيريور ثايرويد فينز. بتنتهي فين الانفيريور ثايرويد فينز دي؟ في الانومينيت فينز. انفيريور ثايرويد فينز اللي بتنتهي في الانومينيت بس. ده البلاد سبلاي. اخر نقطه في التراكيه هي النيرف سبلاي. والنيرف سبلاي بتاع الاورجنز، التراكيه دي تعتبر اورجن. النيرف سبلاي بتاع الاورجنز بيبقى اوتونوميك مش سوماتيك. اوتونوميك يعني ايه؟ يعني سمباثيك وبارا سمباثيك. وهو باختصار السمباثيك بتاعها جاي لها من السمباثيك ترانك او سمباثيك تشين. سمباثيك ترانك اللي هي عباره عن السمباثيك جانجليا يعني. والبارا سمباثيك ده جاي لها من الفيجاس نيرف. هفكركم برضو بحاجه، كانوا بيقولوا البارا سمباثيك ده كرينيو ساكرال اوت فلو. كرينيو ساكرال يعني طالع منين؟ من الكرينيال نيرفز ومن الساكرال نيرفز. كرينيال نيرفز تحديدا كانوا قالوا لكم كده تحديدا 3 و7 و9 و10. الكرينيال نيرفز رقم 3 و7 و9 و10. 7 ده الفيشيال وكان بيدي البارا سمباثيك بريكاردينيك بتاع الاسفينو بلاتاين جانجليون. 10 ده الفيجاس وده اللي بيدي البارا سمباثيك اللي بيغذي التراكيه. يبقى ده بالنسبه للتراكيه. سريعا كده مكانها فين؟ موجوده في النك وفي الثوركس. في الثوركس موجوده في السبوم ديستاينال. في النك بتبتدي من عند السي 6 كونتينيويشن لارنكس. في الثوركس في السبوم ديستاينال وبتحود سنه ناحيه اليمين وبتنتهي عند لور بوردر اوف تي 4 او ليفل اوف سترنال اندي. السايز بتاعها طولها 10 سم او 4 انش. الاستراكشر بتاعها عباره عن فايبر ماسكولار تيوب، انبوبه من الفايبر تيشو والمسلز، سبورتد بان كومبليت كارتليجنس رينجز، عددهم 16 رينج. عدد الرينجز دي 16 رينج. 10 منهم موجودين في الثوركس و6 موجودين في النك. ريليشنز انتيريورلي في النومينيت ارتري، ليفت النومينيت فين، ساينس جلاند. بوستيريورلي في الاوسافيجاس وبينهم ليفت ريكارنت انجن نيرف. على اليمين في رايت لانج وبلورا ما تنسوهاش، بينهم الارش اوف ازيجاس والرايت فيجاس. على الشمال في ليفت كومن كارد ليفت سبكليفيان بيفصلوها عن الليفت لانج، ومعاهم الليفت فيجاس وليفت فرينك مش ريليتد للليفت لانج. ممكن اقول معاهم الارش فورد. ايه البلاد سبلاي بتاعها؟ بلاد سبلاي ارتيريال انفيرو ثايرويد ارتري و برونكيال ارتريز. فينس انفيرو ثايرويد فين بس. نيرف سبلاي سمباثيك من السمباثيك تشين سمباثيك ترانك
وباور سمباثيتك من الفيجاس نيرف. الجزء الثاني هو البرونكاي، والبرونكاي دول احنا هنتكلم بس عن المين برونكاي، لان التراكيه بتتقسم لرايت مين برونكس وليفت مين برونكس. بعد كده كل برونكس بتتقسم لاجزاء، الاجزاء دي بنسميها اللوبر برونكاي. اللوبر برونكاي دي بتروح تتقسم لاجزاء بعد كده اسمها سيجمنتال برونكاي، وهكذا بتدي زي ما هنعرف كده في الامبريولوجي بتدي اب تو 24 جنريشن، 24 جيل من البرونكاي لحد اخر برونكاي بنسميها التيرمينال برونكاي، دي اللي بتنتهي بالالفيولاي. بس مش موضوعنا السمول برونكاي، احنا هنتكلم بس عن المين برونكاي. مين برونكاي واحده يمين رايت، واحده شمال ليفت، عايزين نعرف الفرق بينهم. بس خليني اقول لكم ان الرايت مين برونكاس دي بتكون شورتر، اقصر، وايدر، اوسع، مور ان لاين ويز تراكيا، ويز تراكيا. تمام. وديفايد بيفور اللون. الليفت برونكس هتبقى العكس، لونجر، اطول، نارور، اضيق، مور هوريزونتال عشان اقول ان هي مش ان لاين ويز تراكيا، وبتديفايد انسايد لونج. وتعالوا نفسر الكلام ده، هو ده المختصر المفيد. الرايت مين برونكس بتبقى شورتر، طب والليفت لونجر ليه؟ لان زي ما قلت لكم كده ان التراكيه بتاخد سكه اليمين شويه، بتحود ناحيه اليمين شويه، تبقى على الميد لاين وبعدين ويز سلايت انكلينيشن تو ذا رايت، وبالتالي هي اقرب للرايت لونج عن الليفت لونج. علشان كده الرايت لونج الرايت مين برونكس بتبقى شورتر، طولها حوالي 1 انش 2.5 سنتي، لكن دي لونجر طولها حوالي 2 انشز او 5 سنتي. النقطة الثانية وايدر ونارور. ليه الرايت مين برونكس اوسع من الليفت مين برونكس؟ لان الرايت مين برونكس راح على الرايت لونج، والبلك بتاع الرايت لونج اكبر من الليفت لونج، ده نتيجة ان الهارت بياخد شوية او بيميل شوية على الليفت سايد. علشان كده الرايت بتبقى وايدر، الليفت بتبقى نارور. مور ان لاين ويز تراكيا يعني هي ماشيه على خط، مش احنا قلنا التراكيه بتاخد على اليمين، علشان كده هي ماشيه على خط مع التراكيه، لكن الشمال بتبقى هوريزونتال شويه، افقيه شويه. ده له اهميه؟ ايه اهميته؟ ان ده بيخلي الفورين بودي مور لايكلي ان هو يروح على الرايت من برونكس. بمعنى ايه؟ لو طفل بلع فورين بودي صغير، لبايه بتاع اي حاجه فورين بودي، والفورين بودي دي وقعت في التراكيه، عدت في التراكيه، انت تتوقع ان يحصل لها امباكشن في الرايت برونكس مش الليفت برونكس. ليه؟ لان هي اوسع، لان هي اقصر، لان هي اقرب، لان هي مور ان لاين ويز تراكيا. طيب النقطه الاخيره بتديفايد بيفور اللونج. يعني ايه بتديفايد بيفور اللونج؟ يعني بتتقسم اهي قبل ما تدخل اللونج، وده هيخليك تشوف على السيرفيس بتاع الرايت لونج كام برونكس. اتنين برونكاي، هتلاقي فيه اتنين برونكاي على السيرفيس بتاع الرايت لونج، عكس الليفت لونج اللي بتديفايد انسايد اللونج، دخلت جوه اللونج وبعدين اتقسمت. ده يخليك تشوف على السيرفيس بتاع الليفت لونج كام برونكس؟ برونكس واحد. يبقى دي بتديفايد بيفور لونج، دي بتديفايد انسايد لونج. وما تنسوش ان الرايت مين برونكس دي سايت اوف امباكشن اوف فورين بودي. خلاص؟ يبقى الرايت مين برونكس شورتر، وايدر، مور ان لاين ويز تراكيه، و بتديفايد بيفور اللونج. الليفت مين برونكس بتبقى لونجر، نارور، مور هوريزونتال، وبتديفايد انسايد اللونج. ده بالنسبه للبرونكاي. الديفيجنز اللي بعد كده هنعرفها لما نيجي نتكلم عن اللونج ان شاء الله.